وده فوق رامي. لا بيبقى بسم الله الرحمن الرحيم. فيلا للبيع في اسكندرية. بسم الله الرحمن الرحيم. فيلا للبيع في اسكندرية 500 متر 3 ادوار زي ما احنا شايفين، وحمام سباحة وجاردن. لا انا واللي بعدها بقى الناس الثانية، وانت دخل عضيف كده في واحد هو من جنب الثاني اللي دي ولا هو شايف. فيلا الترا سوبر لوكس جاردن كبير. فيلا 500 متر 3 ادوار تشطيبات 2023 مسجل عقد ازرق وترخيص مباني، حمام سباحة. فيلا تشطيبات 2022-2023 زي ما احنا شايفين، تشطيبات الترا سوبر لوكس، حديقة كبيرة جدا، المساحة الإجمالية 500 متر 3 أدوار وحمام سباحة وجاردن. مسجل عقد أزرق، الفيلا مسجلة عقد أزرق، ترخيص مباني. تصور جوه دلوقتي. ده مدخل باب الفيلا كده. ده الدور الأرضي كلها جيبسون بورد، تسليم على المفتاح، حمام، مطبخ، السلم كله رخام، كلها فيو الجنينة، الحديقة وحمام السباحة. ده الدور الأرضي. تصور فوق. الفيلا مسجلة عقد أزرق وكاملة عدادات، ترخيص مباني، تسليم كله على المفتاح. ده الدور الأول، في هنا 3 غرف وحمام. أدي غرفة، والغرف كلها كبيرة، وأدي الغرفة التانية. ودي البلكونة بتاعتنا. وادي الغرفة التالتة، غرفة ماستر، في حمام جوه. وادي الحمام، التسليم كله على المفتاح طبعا، التسليم كله هيبقى المفتاح ان شاء الله. وادي البلكونه على حمام السباحه والجاردن برضو. نطلع الدور الثالث،
الدور الثالث الروف بتاعنا، في غرفه ماستر هنا فوق وبرجولا. طبعا الفيو طبعا زي ما احنا عارفين الفيو هيبقى حمام السباحه برده والجاردن. وهنا في غرفة الماستر، ده الروف كله كده. وهنا في غرفة، غرفة ماستر. وده الحمام بتاعنا. الفيلا 500 متر صافي، 3 ادوار، حديقه، حمام سباحه، مسجله، عقد ازرق. كل دور 3 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ. ترخيص مباني، مباني مرخصه والارض مسجله عقد ازرق. تشطيبات حديثه جدا، كامله عدادات. الموقع في اسكندريه، مدينه في الكينج ماريوت، اسكندريه الكينج ماريوت. رقم التواصل مكتوب على الفيديو. يوجد فيلل اخرى بمساحات اقل واسعار تبدا من 950 الف جنيه. الفيلا دي سعرها 6 مليون جنيه مصري.